لم يتبقى الكثير حتى تنتهي فترة كانت سبباً لسكون وهدوء المشهد السياسي في العراق، فما يقل عن 5 أيام تنتهي زيارة 40، وتبدأ بعدها مرحلة مباحثات سياسية جديدة، أولها زيارة إلى الحنانة قد تغير المعطيات. إن وافق السيد الصدر على استقبال الوفد الذي سيشكله الإطار التنسيقي مع بقية القوى تحالف السيادة وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، فأعتقد أنه سيبقى على نفس الشروط التي وضعها من أجل العودة والمشاركة في العملية السياسية. أولا إلغاء العضوية وكذلك حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة. السيد الصدر يركز على هذا الموضوع. أهم الملفات التي قد تحسم في اللحظات الأخيرة هي ملف رئيس الجمهورية، هذا الملف الذي لم تحقق مباحثاته إلى الآن أي تطور، لكن وبحسب مراقبين قد يكون المشهد محسوماً في اللحظات الأخيرة. قادم الأيام قد يكون يتفقون على رئيس جمهورية وربما حتى رئيس وزراء، ولكن ليس بعيدا عن اختيار السيد الصدر. الكرد سيكون هو اللاعب الأساسي باعتباره هو حليف الصدر في التحالف الثلاثي، وأيضا تم اللقاء بالساسة السنة. إذن الواقع السياسي سيشهد تغيرات كثيرة، ولكن سيكون محوره الساسة الكرد. عودة عمل البرلمان بعد زيارة 40 أمر أكد عليه نائب رئيس مجلس النواب العراقي، لكن الجلسة ستعقد بعيدة عن إنهاء ملفات الرئاسات، فهي موجهة لتحريك القوانين المركونة في إدراج المجلس. ما بين زيارة 40 وحسم ملف الرئاستين طريق مباحثات شائك قد تضفي نتائجه إلى ما لا يرضي جميع الأطراف السياسية. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.